هاد الوقفه جات من بعد ما المؤسسه شدت الباب ديال الحوار مع اباء واولياء تلاميذ المؤسسه، شدت باب ديال الحوار بتاتا، ما بغاتش تحاور، ما بغاتش تحل الباب ديال النقاش، ما بغات تفاوض مع هاد الاباء والامهات ديال 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 ديال, ديال المؤسسه، شد الباب ديال الحوار. وحنا هذا برنامج سطرناه، درنا هاد الوقفه كانذار غير وقفه، ولكن ان شاء الله مازال دايرين برنامج. حنا ما ساكتينش على حقنا، لحقاش لا يعقل، لا يعقل ان الابن ديالي انا جالس في الدار ونجي نخلصها 100%، راه ما يمكنش. حنا مشينا معاهم نقسموا بيناتنا، هاد الجائحه علينا، وطننا الحبيب بيناتنا، علينا وعليهم. حتى هما شي شويه يتضامنوا معنا، على الاقل حنا 50 وهما 50، ولكن هاد الناس ما باغينش يتناقشوا، ما باغينش يحلوا باب ديال الحوار. هاد بالنسبه للوقفه الاحتجاجيه اللي داروا ومام طون ناجحوا في نص الوقت ما ناجحاش، لانه في الاول دخلوا في الحوار ومن بعد ما وفقوش واحد الاتفاق مع المؤسسه. قلت لهم بالنسبه لهاد الناس ديال الاطر ديال التعليم، اطر ديال التعليم اللي خدامين كاملين، يعني ما تقاسوش الخلصه ديالهم، تيتخلصوا عاديا. اما هاد الناس اللي مثلا عنده شي مشروع تجاري، مشروع تجاري وشاد، يمكننا نتعاونوا معاه. حنا هاد الحاله هادي جات خارج على الارض ديالنا حنا كاملين، يعني هاد الوباء هذا راجع عامه، لا بالنسبه للمؤسسه ولا بالنسبه لهذا. هما انه قال لك انا حقا بالنسبه لهذا، ان القرايه عن بعد كانت شويه ناقصه. قلنا لهم واحد المشكله ماشي ديالنا حنا، وعندنا دلائل. الاساسيد كانت في القسم تدير غير مجهود واحد، مي ولا القرايه على الدراسه عن بعد، ولا المجهود ديالهم تضوب على 4 ولا 5 دخترات. فهمتيني؟ بالنسبه للاساسيد انهم قال لك نتمناو نجيو نقراو في ليكول وما نقراوش عن بعد. كان مشكل. وعندنا متابعه، عندنا لي فيديو كنتبعوا الدراري التلاميذ ديالنا بواحد بواحد، هذا اللي مغيب، اللي هذا عنده ملاحظات، فهمتيني؟ اللي هذا بالنسبه لهذا. هادو الغليب الاغلبيه هادو دابا اللي واقفين دايرين هادو وقفه احتجاجيه، كلهم الاغلبيه فيهم الاغلبيه كلهم اساتذه جامعيين واساتذه ديال الدوله، موظفين ديال الدوله، فيهم اطار ديال في البنكه، فيهم مسؤولين في وكالات تجاريه، فيهم مسؤولين عندهم مشاريع. يعني كاين واحد منهم السي برادة تبارك الله، الله يمسك علينا وعليه، حنا ماشي تنحسدوه، ولكن اومين طو على الاقل حنا تنتعاونوا في هذه الحزه، حنا تنتعاونوا اومين طو، حنا تنتعاونوا في هذه الحزه هذه، ماشي انا نبركو المدرسه ما هربا حتى شي حاجه، ولكن الانسان يشد العصا من الوسط، لا ضر لا ضرار. هاد الناس هادو بغا يديوها كلها، ونجلسوا حنا، ونجلسوا حنا ولادنا بالجوع، حنا ما غنتخلصوا حنا لما خلصوش هما. هاد لي بيرسونيل، هاد الشافر كاين اللي تابع الطريطه ديال الكراك، كاين اللي تابع الطريطه ديال ضرب الكريدي، كل واحد شنو عنده.